ازيكم حبايب قلبي؟ جيجي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى حبايب قلبي هعمل معاكم صينيه سمك ماكريل في الفرن، حلوه جدا جدا بطعم مميز قوي قوي. وطبعا كل الابهار وكل الحصري من هنا وبس من مطبخ جيجي على قد ايدي. تعالوا بقى يا حبايب قلبي جيجي نشوف النهارده هنعمل الماكريل بتاعنا ازاي. بصوا بقى، الماكريل بيبقى فيه منه مخشوش. يعني ايه مخشوش؟ يعني مش ماكريل اصلا وبيبيعوه بيقولوا عليه ماكريل. بيكون اسمه ايه؟ بيكون اسمه اصلا سمك اسمه سفاريا. تمام، سمك السفاريا ده بيبقى شكله شكل الماكريل بس طعمه زفر، مش طعمه حلو، واللحم بتاعه ما بيبقاش ابيض من جوه، ما بيبقاش حلو. ماشي، اولا بتعرفيه من شكله. بصي، بيبقى التضليعه بتاعته دي بتبقى اللون بتاعها قوي كده زي ما انت شايفه بالشكل ده. ده الماكريل اللي هو الاصلي، ماشي، بس انا كنت نقعاه في ميه علشان كان بيفك بس مش اكتر ولا اقل. التضليعه نفسها ليها شكل، يعني ايه؟ بصي تحسي كده ان هو مرسوم. التاني ما بتبقاش نفس الرسمه دي كده، بيبقى خطوط كده وخلاص. ماشي، ده ما بيبقاش حلو، بيبقى سعره من 25 لحد 30 جنيه، انما ده بيكون فوق ال40 وال45 جنيه. يعني في ب45 وفي ب40 وفي كمان ناس بتبيعه ب50 جنيه. في بقى ناس بقى ما عندهاش ضمير بتبيع السفاريا على اساس ان هي ماكريلا وبتبيعها بال40 وبال50، بس انا طبعا ببقى عارفاه وببقى عارفه كمان شكل العلبه بتاعته اللي بيطلع لي منها السمك اللي هو التونة او الماكريل ده. تعالوا بقى نشوف كده هننضفه مع بعض الاول ازاي. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هو فتح كده من المية اهو بالشكل ده. هنضف بقى السمك بتاعي، شيل كده. انا بس بوريكم تنظيف السمك، او انت ممكن تنظفيه عند الراجل مفيش مشكله خالص، اللي هو بتاع السمك قولوا له ينظفه لي. انا بس بوريكي ان احنا ممكن برضو ننظفه في البيت للعرايس الجداد اللي معرفوش ينظفوا. طبعا العرق ده كله بتاع الدم ده كله لازم تتخلصي منه وتنظفيه كويس جدا. طبعا هنشيل الراس، لو انت حابه تخلي الراس خليها، وهنقطعها. تعالوا بقى بعد ما غسلت كده السمك بتاعي بالشكل ده زي ما انتم شايفين، متحطلوش خل، لما تيجي تنضفيه متحطلوش خل. بصوا بقى، هتخلص من الراس بالشكل ده اهي كده. انا شلت الراس بتاعتي، وبرده هشيل الراس دي. انا عايزه اوريكم بس التقطيعه بتاعته عامله ازاي اهي بالشكل ده. بصوا بقى يا بنات اهو، ببتدي ان انا اقطعه خرط كده اهو، كده اهو. بصي بالشكل ده كده، تمام اهو. وممكن تفتحيه وتشيلي منه الشوكه برضو وتعمليه، بس انا ايه عايزه كده خرط كده بالشكل اللي انتوا شايفينه ده اهو، هيبقى معايا كده اهو. بصوا بقى، الحته بتاعت الديل دي انا بشيلها خالص كده اهو، ونقطع دي برضو بالشكل ده كده، تمام كده. خلاص كده انا قطعت دي، هقطع التانيه ونرجع بقى مع بعض نعمل الصينيه. تعالوا بقى عشان نعمل صينية ماكريل في الفرن مميزة جدا، تعالوا نشوف انا محضرة ايه معايا. طبعا السمك اهو بعد ما اتقطع كله، دول السمك ده السمكتين دول كانوا كيلو الا ربع، مش كيلو، كيلو الا ربع. تعالوا بقى نشوف كده عشان تبقى وجبة متكاملة محضرين معانا ايه في المقادير. بصوا، اول حاجة في التوابل، انا ما بحطش توابل كتير عشان احس بطعم الخضار وكمان احس بطعم السمك. معايا ملح، معايا كمون، معايا معلقة، يا دي معلقة ودي معلقه كبيره ودي معلقه كبيره ودي معلقه صغيره من الكزبره الناشفه، يبقى كمون وملح وكزبره. بصوا بقى معايا ايه، معايا اهو بصلايه. البصلايه، البصل الاحمر ده بيبقى حلو في الطواجن، بيديني تسكيره كده وطعم حلو عن الابيض. الابيض اطبخي بيه بيبقى احلى، ما بيشربش معاكي لا سمنه ولا زيت. معايا كمان هنا اهو دول حبه كده من الكرفس، ده كرفس فرنجي انا كنت مجففاه في الفريزر. ودول حبه كزبره، تقدري تحطي كزبره بقدونس الشبت، بس انا بميز الكزبره عشان الكزبره بتبقى الريحه بتاعتها احلى. هنا كمان معايا ليمونتين، ليمونه هعصرها وليمونه هحطها ترنشات كده زي ما انتم شايفين، هتنزل الزيت بتاع الليمون وهتديني طعم حلو قوي وتستحق.
معايا بطاطسايه كمان، البطاطسايه دي متقطعه حلق، بس الحلق بتاعها رقيق شويه مش تخين عشان تستوي معايا بسرعه. تقدري تحطي كمان معاها كوسه، تقدري تحطي بتنجانه تقطعيها، هتبقى طعمها حلو جدا، جربيها هتعجبك قوي. هنا معايا فلفل رومي وفلفل حامي واحده وواحده، وهنا معايا فلفل الوان لو موجود برضو بيدي طعم حلو قوي، معايا فلفل اصفر وفلفل الاحمر، معايا جزراية كبيرة متقطعة كده اهو زي ما انتوا شايفين حلق، ومعايا 2 طماطماية متقطعين برضو بالشكل ده، معايا فنجال من فنجال القهوة مليان زيت، وهحتاج خل. بس هي دي الحاجات اللي احنا عايزينها. يلا بقى كده نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبتدي نشتغل كده مع بعض. هجيب هنا معايا بولة هحط فيها، ادي البصل بتاعي، والبصل بتاعك يا ريت يكون متقطع كده بالشكل ده، بصوا بالشكل ده يبقى رقيق كده وجميل علشان يبقى كمان طعمه حلو وما يبقاش يعني يشرب معاكي من التتبيله ويبقى تقيل، يبقى خفيف كده لما تيجي تاكلي منه. وادي البطاطسايه، بطاطسايه واحده، لو حابه تحطي اكتر حطي، وزي ما قلت لك عايزه تحطي كوسه، عايزه تضيفي بتنجان مفيش مشكله. ادي الفلفل الرومي والفلفل الحامي، انا حطيت هنا فلفل حامي عشان كده ما حطيتش في التوابل شطه، لو انت مش عايزه تحطي فلفل حامي حطي شطه، او مش عايزه تحطي فلفل ولا شطه مفيش مشكله. وادي الفلفل الالوان، ادي الجزر، شايفين الالوان؟ شايفين الالوان جميله ازاي؟ وادي الطماطم، وادي الكرفس والكزبره، وهنزل كمان بشرايح الليمون، لسه الليمونه ما عصرناهاش، وادي الفنجان بتاع الزيت، وهنحط برضو بصوا شفتوا الفنجان اللي انا مليته زيت ده، هملاه زي ما هو كده، هملاه خل كده هو بالشكل ده. وادي التوابل بتاعتي اهي كلها بالشكل ده كده اهو، وهعصر كمان الليمونه كده اهو، وهقلب الخلطه دي بقى كلها، هجيب معلقتين كده اهو وهقلبها كويس قوي قبل ما اشتغل، لازم تقلبيها عشان تاخد من طعم التتبيله، هقلبها كويس وارجع لكم تاني. تعالوا بقى بعد ما قلبتها كده كويس جدا، طبعا ريحتها جباره، هجيب بقى الطاجن بتاعي او الصينيه بتاعتك مفيش مشكله خالص، هبتدي ان انا احط شويه من الخلطه كده اهو من تحت، وهحط بقى القطعه بتاعت السمك بالشكل ده، عايزه اقول لك احلى صينيه سمك ماكريلا تاكليها بجد تحفه. هنزل بقى بالكميه التانيه بتاعت الخضار برضو بالشكل ده، مش هنحط ميه مفيش اي ميه، الخضار ده هينزل كل ميته. بس كده اهو بالشكل ده، شايفين اصلا شكلها يتاكل ني صح اهي. هجيب بقى ايه معايا، هجيب ورق فويل، هغطي بقى الصينية بتاعتي بالشكل ده، وهدخلها على الفرن على درجة حرارة عالية تغلي بقى وتستوي معايا، وبعد كده اروح معرية الورقة دي واروح مسايباها تاخد معايا لون. هتقعد في الفرن قد ايه؟ بتاخد نص ساعة، مش هتاخد كتير يعني، يعني غدوة عملتيها ولو وقفتي على البوتاجاز ولا اي حاجة، شوية خضار كده كانوا عندك في التلاجة وطلعتي سمكتين وعملتي غدوة، واعملي جنبيهم بقى شوية رز او تغمسيهم بالعيش، انا عن نفسي بحبه بالعيش جدا جدا، جنبه بقى شوية سلطة بابا غنوج كده يبقى هايل جدا. هدخله بقى الفرن، واول ما يطلع هستنوني حبايب قلبي جيجي، الابهار كله هنا، وهبهركو يعني هبهركو حبايب قلبي جيجي. وادي صينية السمك بتاعتنا خلصت اهي زي ما انتم شايفين، شايفين الفرن عامل عمايله، بصوا ملسع في الطاجن ازاي. طبعا كل ده بينزل في الميه اول ما بنيجي نغسلها، بيبقى واخد بس ايه شكل كده اللي هو الشكل الحرق، بس هو ما بيتحرقش ولا اي حاجه، هو بينزل على طول في الميه، السيراميك بيبقى كده. تعالوا بقى عايزه اوريكم كده السمك من جوه كده اخباره ايه. تعالوا كده بسم الله الرحمن الرحيم، بصوا يا بنات بصوا السمك بتاعنا، شايفين شايفين مستوي معانا ازاي اهو بالشكل ده،
بصي السمك شايفه لونه ابيض وجميل ازاي، اهو لسه طالع من الفرن، والتتبيله كمان مميزه جدا جدا. بصي عامل معايا من هنا، عامل صوص كده شويه، كل الخضار ده بقى مشوي وجميل جدا. ادي الجزر بتاعنا، وادي البطاطس، بصوا البطاطس جميله ازاي ورقيقه كمان، طبعا مستويه وهايله، بصي عامله كده زي الشيبسي، جميله جدا مستويه وطريه اهي معايا، شايفين طريه ومستويه ازاي. بصوا بقى البصل عشان عملناه صغير مش باين ازاي، مش بصل كده كبير، والفلفل بقى موجود، اهو زي ما انتم شايفين اهو، والصوص اهو اللي احنا عملناه وما خدتش ميه خالص، اوعي تحط لها ميه، هي استوت بميه الخضار وشرب من الخضار الجميل ده. انا حطيت هنا شويه بقدونس كده زي ما انتم شايفين، وبكده بقى خلصت حلقتنا النهارده. يا رب الفيديو بتاعي يكون عجبكم ويكون خفيف على قلبكم. اتمنى يا بنات لو عجبكم الفيديو نعمل لايك للفيديو علشان يوصل لاكبر عدد من الناس، ودي طريقتي الخاصه في السمك الماكريل، تغيير عن المشوي، وكمان سهل قوي، ولا بدخان ولا اي حاجه، ولا وقفنا على البوتاجاز قطعنا شويه خضار كده من الثلاجه وحطيناها كلها في صينيه او في طاجن، حتى لو في طاجن فخار هتكون هايله كمان، نغطي بس وشها الاول الحاجه تستوي، وبعد كده نعري وشها تاخد معايا لون بالشكل ده، وهتبهري بيها كل حد ياكلها، ضيوفك، بيتك، جوزك، ولادك، اي حد هياكلها يقول تقولي له هبهرك، يعني هبهرك. ويلا اشوفكم في فيديو جديد من مطبخ جيجي على قد ايدي، وباي باي حبايب قلب جيجي.